لا مو باعتقاد يعني، هذه يجيك رسالة نرجو حذف الصورة والدعاء للطفل أو الأهل الطفل إن الله يشفي الطفل الله يشفي بعد نشر هالصورة. طيب إن شاء الله حادك على نشر صورة طفلك أو بنتك. هذا الكلام اللي أنا أقوله لك من أول، نم على أطفالهم على مال على أكل كل شيء. أنا أقول يعني الواحد يستعين بالله سبحانه وتعالى ويرقي عياله دائما، يدعي لهم بالخير وهم صغار، ويمكن ذكر الله سبحانه وتعالى مو موجود على لسانهم. بس برضو كل يحب عياله صح، لكن ما هو لهالدرجة أني أصوره وأنشره عند الخلق. في ناس صح تنشر، مو صحيح تنشر على المواقع. لأنك أنت أرزقك الله الطفل ذا أو الطفلة هذه، غيرك محروم يتمنى ريحة الطفل، والحسد موجود. الله يكفينا وياكم الشر الدنيا ذي، يعني ما فيه. أنا وياك فيها. وبعد بعضهم أقول لك الإشكاليتهم إنه يبالغون في الصور ويحسن فيها ويعدل فيها، مع إن ترى المواقع تمنع إن أنت تنزل شخص بصورته بدون ما يوافق عليه. ما بالك الطفل الصغير يمكن قاعد تتعرض حياته للخطر، وناس ممكن تبيع أسرار دولة تخرج برا. في ناس مؤتمنين على أوراق تتقي نزلها رسالة أو شيء، أو سيارة جيوش عدت تصورها وتنزلها. طيب العذاب تستفيد، احنا لا في حاله صح ولا لا، او تعميم او تعميم او شيء سري او شيء سري او حاجه مصيبه اكثر. ناس بتبث سمومها صح، الان بترسل معلومات خاطئه يعني عن المعيشه، عن اي شيء خاطئ، والان موجودين وهم ايش يكرروها، مثلا كذا كذا كذا، في ازمه في البلد، في وهو كله كذب. من كذي انا اقول دائما شوف المصدر، وشوف المصدر اساسا شنو قاعد يتكلم. يعني إيه؟ انت في حاله تقول حرب وقاعد تتكلم عن اشياء قاعد تصير وتغييرات قاعد تصير وامور وصراعات، يا اخي انت الله سبحانه وتعالى اعطاك عقل، فكر قبل ان تخرج الكلمه من فمك ومن يدك. ودائما قدر الامور بمقدار المنفعه للناس من مش المنفعه لك. يمكن بعض الناس والله تنزل اشياء على مواقع التواصل وتضر بيوت وتضر دول وتضر وزارات. في واحد على تويتر وسناب شات مع الهياط اللي صار يجيبون عندنا، صار في حالات نادره بس انها انتشرت، يجيب موائد فاخره وتفاخر كلها وغسيل دهن العود، فصار يجي يصور عشاء، يكون عشاء بسيط يصور عشاء ويقول اي واحد يصور عشاء انشره، فصارت الناس ترسل عشاءهم البسيط. ترى بعض الناس يتعشى جبن وخبز في الليل، هذا عشاهم صح، ونعمه، فصار يصور عشاه وينشره يبين ان احنا نحفظ النعمه وما عندنا تبذير. هم الاغلب اي، عكس موضوع عكس الامور، عكس موضوع التبذير وال حبيب قلبي. ما في حلاوه من الواحد يعيش الحياه ببساطتها. انت تجوزت؟ انا متزوج معي محمد وساره، الله يحفظهم. الله يسعدك ان شاء الله، يهنيك ان شاء الله، يجوزك يهنم الحمرة. آمين إن شاء الله. يا رب يجوزك واحدة تموت. خلاص. يموت يحبك. أم محمد موجودة. محمد لا ما نحرضك عليه، خليك موحدة. توحيد ممتاز. هيا بسم الله. آمين إن شاء الله. عبالي نفس بعض الشيبان اللي هناك الطاولة الثانية، ثانية وثالثة. أقول هناك الطاولة الثانية، ثانية وثالثة، إحنا موحدين الشباب. جزاهم الله خير يعني. كلكم راعي مسؤول عن رعيته، خلاص صار رعيته واحدة. شكرا الله. فينك أبو سيف؟ ابو سيف برا. كان ما قام. طيب كيف ابو سيف كيف تنجح الحمله في تويتر يا عمار او في وسائل التواصل الاجتماعي؟ كيف الحمله تكون ناجحه؟ ابو سيف الكنترول يبغونك، الله يحفظك. الكنترول يبغونك. سلام. ايه يا مرحبا. يا مرحبا بالشيخ، اهلا بمرحبا ودبا. ابو صالح ابو صالح مرحبا ودبا. اي والله كملت الله قربت. كل يوم فاتحين مواضيع. اقول احسن الخاتم. ابو سيف يبغونك والله، ما يك اظن وش. لا لا يبغونك فعلا. الظاهر عندك مشكله في الجهاز يا ابو سيف. وش تكلم عنه اليوم بقى؟ عشان الزواج. لا لا ما اتكلم في الزواج اليوم، ما حد تكلم في الزواج نهائي ولا نبغى، ما حد يتكلم فيه. مو بعد العيب، احيانا بعض الامور تصير عندهم اعظم العيب. اليوم ما حد تكلم في الزواج نهائيا. ها اللي بتصيد تقرا قران قالوا لك مو بتصيد ولا لا مو بتصيد، احيانا بعض الامور خاصه سم شو ابو سيف، احيانا بعض الحريم
ما عاد تصير تصير ظاهرة. ابو سيف لا ابو الشرك ابو سيف اليوم راكد راكد اي خلاص العبرة بالخواتيم يا رب الخواتيم. فواز تقول على موضوع الحملات شلون تنجح؟ كيف تنجح الحملة؟ اتوقع انه لازم تكون الحملة لها اهداف في البداية، الجمهور يعرف الاهداف. اول شيء يكون لها اهداف. اهداف، بعدها يكون لها صورة قوية في التصاميم اللي تنزل بالمواقع التواصل الاجتماعي. تأثر؟ التصاميم تأثر التصاميم في النشر؟ تأثر، في طبعا استراتيجيات. المشكلة الوقت ما مداهمنا فواز، والله كان ودي اتكلم بأرقام وأراويكم شغلات يعني عرض كامل على هالموضوع، دراسة شلون أفضل التكتيكات اللي تنشر فيها حملتك وشلون تتواصل مع الناس بطريقة أفضل. إيه نسترسل فيها وفيها لدراسة علمية، يقول لك والله لو استخدمت الصور المعدل برقم معين يزيد، تختار الوقت المناسب للجمهور أنك تتفاعل معاه. معظم الحملات الناجحة، احنا قبل يومين أطلقنا حملة مرورية للحوادث، أطلقناها بطريقة أن الجمهور هو اللي يشارك مش احنا اللي نشارك. دائما الحين نشوف الوزارات والمؤسسات تبغى هي تكون في الصوره، لا خلي الجمهور هو اللي يتكلم ويتواصل ويتفاعل، خصوصا في شيء توعوي، خصوصا موضوع المرور. معلش كيف الجمهور يكون فاعل في هذه الحمله؟ يعني مثلا هو يصمم وينزل تصاميم، هو يكتب العبارات، ممكن هو يكتب العبارات، هو يكتب تجارب ولا كيف؟ ممكن يكتب تجربته، يتكلم يصور فيديو مثلا مدته 15 ثانيه على انستغرام وينشر الفيديو. بس المهم المؤسسه اي يستخدم الفيديو والصور. ايوه بس المهم المؤسسه تنشر المحتوى المناسب مع اهدافها. اوكي يعني الجمهور او المستهدف، نقول الشخص المستهدف تمام. عندك قريب تكون مشاركه من خلال انه ممكن يرسل لك محتوى صور فيديو. انا والله رجال الحمد لله وبعد كذا انا انقي منها الشيء اللي يتوافق مع هذا اللي انا فيه مع هدفي مع اهدافي وانا اتولى النشر. يعني هو ما ينشر، هو ممكن ينشرها بس ممكن ينشر على حسابه الخاص. ما اتبناها انا على حسابي الرسمي الا لما تكون يعني متوافقه مع اهدافي. حلو هذه زياده. تسلم. هني اقول لك ترى انا وقفت خاصه فيني عم امين، ترى انا وقفت معه لانه فعلا يعني الموضوع ذا يهمنا كثير، خاصة في جمعية دوقة. جمعية وعندها مشاريع وعندها أهداف وعندها خطط، فيهمها جدا أن يكون إعلاناتها ومشاريعها تحصل على يعني على تفاعل جماهيري كبير. فهذا يهمني أنا. ليش سألت السؤال هذا؟ إنه الجمعيات الخيرية سويت دورة تدريبية حضرت فيها 200 مؤسسة خيرية، كانت إشكاليتها أن هي مش متفرقة في إدارة مواقع التواصل الاجتماعي. ها؟ مش متفرقة يعني ما عندها موظف أي؟ قادر أنه يفهم مواقع التواصل الاجتماعي. حلو. الدورة هذه حضرها بأربع لغات، معناه أنا كنت أتكلم بالعربية في مترجمين موجودين. الإشكالية واحدة، إشكالية المؤسسات الخيرية أنها مهتمة في إنه ما في شخص متفرغ التبرعات وفي الاستثمار وفي المشاريع، بس ما في حد يسوقها بطريقة صح. جميل. ولا ان الجمهور قاعد يشوف اوكي انا تبرعت او تطوعت او شغله، ايش مخرجات الموضوع؟ ما يشوف بالارقام، ما يشوف بالاحصائيات، استخدام الارقام. في دورات ممكن تعطى لشخص في طريقه التعامل مع برامج التواصل. فواز عنده كنترول عندك ابو سام. الفكره ما ما يخالف ما يخالف، هو بس يعطيني الفكره واضحه وابشر بساعدكم انتم. لا صحيح والله الموضوع مهم جدا. كلام الاستاذ عمار والله كلام غايه في الروعه، يعني فعلا والله يهمنا. ابدا معه قل سو كذا. ايوه سم اذا قل سو للجمعيه هاي خطوه، لانها من ضمن خطوه يا ابو محمد، من ضمن خطوه من الاعمال الخيريه. الواحد طيب يتصدق حتى بالكلمه ما يخالف، خلينا ناخذ اللي نقدر عليه اللي نفهمه، واللي ما نفهمه نقول له ايش رايك يا ابو محمد. فاقول فعلا يعني كلامك مهم جدا ومفيد، يعني وخاصه لما يكون يجيك الكلام من صاحب تجربه او تكون خلاصه عمل. هي هذا اللي ما قلت لك. المشكله واحده وهاي دور ان الحملات الناجحه تقيم نفسها دائما. يعني احنا نبتدي نقيس. انا ابغى اشوفك بس. احنا نبتدي نكتب الاهداف، بعدها نختار المواقع المناسبه للحمله،
هذه المراحل الفواز. أبعطيك بريك تفطر بس أعطيني نروح للأهداف بعدها بس أخلصها أعطيله بريك تفطر ما يهمك. نبدأ بالأهداف بعد نختار المواقع المناسبه لنا. واقف تراني واقف مع نقطه مسكين. انا واقف زين. خلاص خليها بعدين يا عمار. بعدين يا عمار تعطونا وقت. لحظه تعطونا وقت نستفيد منها. الله يا حبيبي تعطونا وقت اذا بيعطونا وقت ما يدخ ما يقاطعون يعطونا وقت نستفيد منه. كل شيء تبي الدوقه ما يصير يا جماعه الدوقه. لا لا للكل للكل طيب للكل بس ياخذ فرصته في الكلام. اليوم نودع الناس ما عاد بقلب شيخ علي هذا واحد. الموضوع هذا رسل بك تفاهم معنا هو فواز وننسق يا شيخ علي. ابشروا بساعدكم ابشروا بساعدكم باللي تبغى. ابراهيم طيب ما رحت لنا اللقاء يتواصل ويستفيد منه. هنسكت مع عبد الله نحود عليه. لا شافني اكلت فيعني حققت الهدف. بسم الله. انا ابغاك بعد البرنامج او خلال البرنامج كيف الناس تستفيد من خبرتك تعطيهم التواصل يتواصل معك سابق موجود بعد الاكل سابق موجود. هذا يقودني مره بعد انا موجود في تويتر يعني اللي سال عن حسابي موجود. ابن عمار محمد توصلون لحسابي. حساب عمار موجود على حسابي في تويتر وموجود على حسابي في انستغرام وبعد البرنامج الان بسوي تغريده. تعال يا حبيبي انا لقمك بيدي. يا عمي يا عمي لا تصير خاصه معي لانه يتكلم كلام درر كلام من ذهب. الله يسلمك. الله ينفع بهم. حيجيك المدينة يا شيخ. يا مرحبا ابو والله. المرة الحاسة بعد المدينة. يا مرحبا. يا هلا يا هلا يا هلا والله. توتر المدينة فيها صراحة. لا طال عمرك. شيء غريب. لا وبقعدك انك انت تصلي في روضة من رياض الجنة. وتشوف يا سيد الخلق نسلم على الحبيب بسرعة ان شاء الله. يطيب القلب. نان فيها بشكل مش طبيعي. شيء شيء يجيش في الخاطر يعني سبحان الله. حتى المضانين النفسيين يوصلهم الاطباء بنروح المدينة. انا استغرب من واحد يروح دكتور نفسي وعنده بيت الله في عداد وعنده مدينة مسجد. خلوا ما بعد خلوا تقعد سبحان الله. هذا واحد من ماليزيا من الاحباب قال لي عمامين تعال زورنا مشمول مكفول مخدوم. هو يجيني بالمدينة ينزل عندي بريال صوت. عمامين ها بريال صوت. طيب هذا واحد من ماليزيا من احباب يصلي جنبنا في الحرم. يا عمك الاخي ما هذا ما في كلام. لفيت على العم الحين لازم تاكل اخي. قال لي تعال انا مشمول مكفول مخدوم بس تعال. ما عندنا ها ما عندك الا ماليزيا ايش فيها؟ قلت له ايش عندكم انتم؟ ايش عندكم؟ اللي عندنا جبال عندنا طبيعه بلاد. انا عاد وصل بلاده ها فيها بحر. انا احب البحر. قال لي فيها بحر فيها مناظر طبيعيه فيها جبال فيها منتزهات فيها غابات. هو يشرح بعد يمكن ثلث ساعه وديني ونص ساعه كمان خليته. قلت له والله ما عندكم شيء. قام بنبره صوت وش عندكم؟ قلت له عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم. عندنا روضة من رياض الجنة. عندنا جبل نحبه ويحبنا. عندنا البقيع. عندنا قبة. عندنا الكعبة. عندنا الملتزم. عندنا حجر أسود. عندنا الصفا. عندنا المروة. عندنا عرفة. عندنا منى. والله قاعد يبكي. قلت له أسيب لك دي كلها ودي. أنا ما خرجت برا أقول لك إلا مرتين. ولا قطعت جواز إلا من 3 سنين. يلا عمامين هات منديل هات فاين يا عبي ادي له فاين يا ولد.